Me revoilà à Oued. Alors, je vais vous dire. كان حاول نزرب شوية في التصوير لأن الغروب الشمس غربت هي برسك بقي لي واحد شوية دونك إطلالة أخيرة لأن ما نعاودش نرجع لهنا ولكن نخلي هاد السوفينير هذا يمكن إذا جابت هاد الظروف ولكن مستبعدة. المكان اللي جيت منه هو هاد فين كاين هاد لي جون ولكن انا ما مشيتش مع هاد الطريق هادي وي شتي فين هابطين هما هذاك المكان اللي هابطين منه من تما طلعت انا دونك كتهبط ديريكتومون في هاد الموضع اللي هو سوفاج حتى كتخرج هذيك الطريق اللي هي شويه بالسيما ومن بعد كتقطع ديك الطريق اللي هي بالكودرون اللي فيها الاناره العموميه وكاين حداها امتي باساج راه هو تما غير واحد لابيست صغيره كتهبط معاها وعاود كتخرج في واحد الطريق تما راها بسيما وكتجي شويه حتى كتخرج داك لو رونبوا الوغ لو رونبوا سي كنت كتمشي فين مع هذا الطريق المزدوج اللي فيه السيارات غاديين وجايين بون انا هذيك الطريق اللي جيت منها حتى لديك الغابه كتبان لكم واحد الغابه في لو فون كاين شي عمارات وتما كاين الغابات اذا تقريبا من تما جيت او وكادير بقى زايده كتوسع او انزكان ياك انزكان هي هذيك اللي كتبان شي تقريبا تكون شي 10 كيلومتر واقيلا دونك غدا غنديرها ان شاء الله من تما جو سي باش كاين طريق اللي كدي ديريكتومون لمراكش باش تلاقى مع لوتوروت ولا انني غنضطر نرجع من هنايا ندوز مع هاد لو رونبو هذا اللي هو اذا ها هو لي جون فين هابطين هذاك هو لي تينيرير هذاك من تما كنت نزلت انا غنحاول ان نطلع للراس ونشوف واش باقي ما طاحش الظلام باش ناخذ واحد صورة أخيرة لهذه المنطقة قبل الغروب النهائي للشمس. أستا لويغو.